طيب هبتدي مع حضراتكم بذكرى مهمه جدا، ودايما بنحاول نفكر حضراتكم بالاحداث السعيده في تاريخ النادي الاهلي، وهي في الحقيقه ما اكثرها، يعني احداث كثيره جدا سعيده واسعدت كل الجماهير الاهلاويه وكمان كل الجماهير المصريه لما الاهلي يكون بيلعب باسم مصر بالطبع. زي النهارده في 2008 النادي الاهلي توج ببطوله دوري ابطال افريقيا على حساب القطن الكاميروني. مباراه الذهاب كانت خلصت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0، هدفي وائل جمعه نجم اسطوره النادي الاهلي وايضا احد الاساطير اللي مش هيتنسوا في تاريخ النادي الاهلي كان فلافيو. ده ماتش الذهاب 2-0 وجبنا الهدفين في الاول. ماتش العوده بقى اللي قدام حضراتكم ده في جروه، وطبعا الظروف هناك غايه في الصعوبه. النادي الاهلي فاز بهدفي احمد حسن لاعب النادي الاهلي في او عفوا تعادل 2-2 بهدفي احمد حسن في الشوط الاول، وايضا هدف كابتن شادي محمد اللي كان من ضربه جزاء. وبهذه النتيجه ومجموع اللقاءين 4-2 النادي الاهلي قدر ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، وكان الرقم السادس، ولقب كان غالي جدا في الحقيقه، لان احنا كنا في 2007 خسرنا البطوله بشكل صعب بالنسبه لنا شويه بعد الهزيمه الدنمارك الساحلي، قدرنا ان احنا نعوض ونفوز في 2008 هذا اللقب. في غضون حوالي من 2005 عندك 2005 و2006 خدت البطوله، 2007 فقدت البطوله، 2008 رجعت خدت البطوله، في 4 سنين خدت البطوله 3 مرات. كان جيل وعصر ذهبي جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله احنا على اعتاب عصر جديد يشابه عصر جيل